بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على البلوك ديجرام. البلوك ديجرام ده احنا سمعنا عنه في السكيشن وفي المحاضرة، سمعنا عنه لما جينا اتكلمنا على الأوبن لوب والكلوز لوب، واستخدمنا البلوك ديجرام في بعض المسائل اللي هي على الإلكتريكال والميكانيكال والإلكتروميكانيكال. بس كنا بنحفظ طريقة التبسيط بتاعة البلوك ديجرام. النهاردة إن شاء الله هنعرف طريقة التبسيط دي جت منين. بس قبل ما نبدأ في المسائل، في شوية حالات كده لازم نتكلم عليها. الحالات ديت هي اللي هنبدأ أو اللي هتخلينا نعرف نحل المسائل. أول حالة عندنا حالة اسمها السيريز. السيريز دي عبارة عن مجموعة بلوكات جنب بعض مفيش بينها ولا صم ولا دوت. الصم اللي هي الدايرة اللي هي الكومباراتور، الدوت اللي هي النقطة. طيب بعرف منين إن النقطة دي دوت؟ أي نقطة خارج منها فرع رايح لصم هي دوت. يبقى أي نقطة خارج منها فرع رايح لصم تبقى دوت. يبقى أنا لو عندي مجموعة بلوكات جنب بعض مفيش بينهم ولا صم ولا دوت، بخليهم بلوك واحد فيهم حاصل ضرب البلوكات ديت. تاني حالة اللي هي البارل. لو أنا عندي مجموعة بلوكات الأسهم بتاعتهم داخلين للصم زي البلوكين اللي عندي دول، جي واحد داخل للصم والسهم بتاع جي اتنين داخل للصم، بعمل ايه؟ بشيل الشكل ده كله بالصم وبخليه بلوك واحد في مجموع البلوكات ديت بإشارتها. فأنا عندي هنا الجي واحد داخل ببوستيف، الجي اتنين داخل بنيجاتيف، فعملت بلوك جواه جي واحد ناقص جي اتنين. رقم ثلاثة ديت برضو بارل. ادي جي واحد داخل للصم وادي جي اتنين داخل للصم، يبقى ده كده بارل. هشيل الشكل ده كله واخليه بلوك في مجموع البلوكين دول باشارتهم، فطلع عندي جي واحد زائد جي اتنين. الحالة الرابعة دي برضو بارل. دول بلوكين اهم داخلين للصم. لما الاقي خط فاضي كده ده معناه هنا ان في بلوك جواه واحد، فده بنسميه يونتي. يبقى انا عندي كده الجي واحد داخل للصم والواحد داخل للصم، فعملت له بلوك، شلت الشكل ده كله وعملت بلوك جواه جي واحد ناقص واحد. الحالة رقم خمسة، الحالة دي اسمها الفيدباك. بعرف الفيدباك ده منين؟ بلاقي بلوك ماشي في الفورورد. الفورورد اللي هو السهم اللي ماشي من الشمال لليمين، يبقى بلاقي بلوك في الفورورد وبلوك راجع للصم واخد شكل اللوب دوت. يبقى بلاقي بلوك في الفورورد وبلوك راجع للصم. طيب بعمل ايه اول ما بلاقي الفيدباك؟ بشيل الشكل ده كله بالصم وبخليه بلوك في باست ومقام. في الباست بحط قيمة البلوك اللي في الفورورد اللي هو الجي، في المقام بقول واحد عكس إشارة الفيدباك. أنا الفيدباك عندي أهي بإشارة سالب، يبقى عكسها موجب، يبقى واحد زائد حاصل ضرب البلوكين. تاني أول ما بلاقي شكل الفيدباك بعمل بلوك في باست ومقام. في الباست بحط قيمة البلوك في الفورورد، وعايزين نعرفها كده ان احنا في الباست بنحط قيمة البلوك في الفورورد، مش عايزين نقول بنحط قيمة البلوك اللي فوق عشان انا ممكن ارسم الفيدباك من فوق. يبقى في الباست بنحط قيمة البلوك في الفورورد على واحد عكس اشارة الفيدباك حاصل ضرب البلوكين. الحالة السادسة دي برضو فيدباك. ادي بلوك في الفورورد وبلوك راجع للصم. احنا اتفقنا ان الخط الفاضي ده معناه بلوك فيه واحد، فده بنسميه يونيتي فيدباك. يبقى هعمل هشيل الشكل ده كله اهو بالصم وهعمل بلوك في باست ومقام. في الباست هحط قيمة البلوك في الفورورد اللي هو الجي على واحد عكس اشارة الفيدباك، هي موجب فهخليها سالب، حاصل ضرب البلوكين اللي هي جي في واحد.
احنا في اول حالة قلنا لو انا عندي مجموعة بلوكات مفيش بينها ولا صم ولا دوت بضربهم في بعض. طيب لو في بقى بين البلوكات صم او دوت وانا عايز انقل الصم او انقل الدوت ديت هعمل ايه؟ في قاعدة لنقل الصم ونقل الدوت. الصم لو انا هنقله في اتجاه السهم بضرب، عكس السهم بقسم. الدوت العكس، هنقله في اتجاه السهم هقسم، عكس السهم هضرب. طيب هنشوف دلوقتي بقى هنضرب في ايه ونقسم عليه. فانا عندي شكل زي اللي قدامي ده، انا دلوقتي ما ينفعش اخد جي واحد وجي اتنين مع بعض سيريز عشان في بينهم صم، والمشكلة دلوقتي في الصم وانا عايز انقله. محدش يجي بقى يقول طب ما انا ممكن اخد الجي اتنين مع الاتش فيدباك. لا، انا ما بشرحش مسألة، احنا دلوقتي بنشوف حالة، بنشوف حالة نقل الصم ونقل الدوت. لما نيجي ان شاء الله نشوف المسائل هنشوف بقى الجي اتنين ديت هينفع اخدها مع الاتش فيدباك ولا لا، ولا لازم انقل، هنشوف الكلام ده كله في المسائل. طيب انا دلوقتي الصم ده عامل لي مشكلة فانا عايز انقله. اول حاجة بشوفها هو الصم ده واقع على انهي سهم. الصم ده واقع على السهم اللي ماشي كده، فانا لو هنقل الصم دوت كده كده نقلته في اتجاه السهم. لو هنقله هنا يبقى نقلته في عكس اتجاه السهم. يبقى اول حاجة بشوفها بشوف الصم دوت واقع على انهي سهم، واللي هتكلم عليه عن الصم زيه على الدوت بس باختلاف الاتجاهات، يعني في مع اتجاه السهم بقسم عكس السهم بضرب. يبقى بشوف الصم ده واقع على انهي سهم اهو، لقيت واقع على السهم ده، فلو نقلته كده هضرب كده نقلته في اتجاه السهم، لو نقلته كده هقسم كده نقلته عكس اتجاه السهم. طيب لو انا هنقله في اتجاه السهم، احنا قلنا لو هنقله في اتجاه السهم هنعمل ايه؟ هنضرب. انا لما باجي انقل الصم بنقله بالفرع بتاعه، يعني ادي الصم اهو بالفرع بتاعه هو ده اللي هنقله، فانا هشيل ده كده انقله الناحيه دي بقى بالشكل ده. طيب هضرب بقى في ايه؟ احنا قلنا هنضرب، هنضرب في ايه؟ هنضرب في البلوك اللي هيعديه الصم. الصم ده لما انقله كده هيعدي جي 2، يبقى هضرب اتش في جي 2 زي الشكل اللي قدامي ده. يبقى الصم نقلته في اتجاه السهم، يبقى ضربت في البلوك اللي هيعديه الصم، رحت ضربت اتش في الجي 2. طيب لو هنقله بقى الناحية التانية عكس السهم، عكس السهم هنقسم على البلوك اللي هيعديه الصم. دلوقتي انا هنقل الصم ده هنا فهيعدي جي واحد، يبقى هقسم اتش على جي واحد زي الشكل اللي قدامي ده. مش عايزين بقى نحفظها لمين وشمال، لا احنا عايزين نحفظها هننقل الصم في اتجاه السهم ولا عكس اتجاه السهم. الدوت العكس، فاحنا هنحفظ واحدة ونعكس التانية. نيجي هنا الدايرة اللي قدامي ديت، دي حسبت منها جت جه منين القانون او تبسيطة البلوك بتاعت الفيدباك. ده ممكن يجي في الامتحان يجي يقول لي درايف ذا ترانسفير فانكشن اوف نيجاتيف اند بوزيتيف فيدباك سيستم، او ممكن يقول لي نيجاتيف بس نيجاتيف فيدباك، او يقول لي بوزيتيف فيدباك. احنا هنشتغلها على الاثنين، جت نيجاتيف يبقى هنشتغل بالاشاره النيجاتيف، جت بوزيتيف يبقى هنشتغل بالاشاره البوزيتيف. ده شكل الفيدباك اهو، بلوك في الفورورد وبلوك راجع تاني للصم. لو انا جيت بصيت على الصم ده، الصم ده داخل له ايه؟ داخل له الار اوف اس بالموجب، وداخل له البي اوف اس بسالب او موجب على حسب اشاره الفيدباك سواء نيجاتيف او بوزيتيف. احنا قلنا هنشتغل على الاثنين دلوقتي. يبقى الصم ده داخل له الار اوف اس وداخل له البي اوف اس باشاره سالب او موجب، وطلع لي الاي اوف اس. يبقى اول معادله عندي بتقول لي ان الار اوف اس ناقص او زائد البي اوف اس بتساوي الاي اوف اس. طيب البي اوف اس دي عباره عن ايه؟ البي اوف اس جايه منين؟ جايه من هنا، جايه من الاتش اوف اس مضروبه في السي اوف اس. يبقى انا عندي البي اوف اس جايه من هنا، جايه من الاتش اوف اس مضروبه في السي اوف اس، وادي المعادله بتاعتها. هاجي بقى اشيل البي اوف اس واعوض عنها بالمعادله، يبقى الاي اوف اس هيساوي
ار اوف اس ناقص او زائد اتش اوف اس سي اوف اس. طيب السي اوف اس جايه منين؟ جايه من الجي اوف اس مضروبه في الاي اوف اس. يبقى انا لما اضرب الاثنين دول في بعض اللي هو الاي اوف اس والجي اوف اس هيديني السي اوف اس، وادي المعادله بتاعتها. هاجي بقى اشيل الاي اوف اس واعوض عنها بالمعادله، يبقى ار اوف اس زائد ال ناقص اتش اوف اس سي اوف اس، ده كل دوت الاي اوف اس مضروبه في الجي اوف اس. هفك القوس وودي السي اوف اس الناحيه الثانيه عشان اخلي السي اوف اس كلها في طرف واحد، واخد السي اوف اس عامل مشترك، فطلع لي الشكل اللي قدامي ده. هو بقى عايز يجيب السي اوف اس على ار اوف اس، فهيبقى الجي اوف اس على واحد زائد او ناقص اتش اوف اس جي اوف اس. وده اللي احنا قلناه لما جينا شرحنا الحالات بتاعه الفيدباك. قلت لما يبقى عندي فيدباك بعمل بلوك في باست ومقام، في الباست بحط قيمه البلوك في الفورورد على واحد عكس شرط الفيدباك، بعد كده حاصل ضرب البلوكين اهو. نبدا بقى في الاكزامبلز. اول مساله عندنا دي بسيطه، نفهم بس منها احنا ازاي بنعمل التبسيط وازاي شغلنا هيبقى في الامتحان. بيجي لي مساله زي كده ويقول لي find the transfer function is c of s على r of s، او ممكن يقول لي reduce the block diagram. اول حاجه بنقعد نفكر فيها في المساله، هو في حاجه ينفع ناخدها مع بعض سيريز، حاجه ينفع ناخدها مع بعض بارل، حاجه ينفع ناخدها مع بعض فيدباك. لو ما لقيتش ابدا بقى افكر ازاي انقل سم او انقل دوت. انا لو جينا بصينا هنا اول حاجه لقيت الجي واحد والجي اتنين اهي بلوكات جنب بعض مفيش بينها ولا سم ولا دوت، فهاخدها سيريز. يبقى بعلم عليها كده وبكتب عليها سيريز، فلما اخدهم سيريز يبقى هعمل بلوك فيه حاصل ضرب البلوكين زي ما قدامي كده، ان هيبقى الجي واحد في جي اتنين. بعد كده لقيت ان الجي واحد جي اتنين فيدباك مع الاتش، يبقى علمت عليها وكتبت فيدباك. طيب التبسيطه دي بتاع دي هتبقى ايه؟ هتبقى بلوك في باست ومقام، في الباست البلوك اللي في الفورورد اللي هو جي واحد جي اتنين على واحد عكس شرط الفيدباك، الفيدباك بسالب فخليتها بموجب، حاصل ضرب البلوكين دول. يبقى انا لما جيت بصيت الفيدباك خليتها بلوك وشلت الصم بتاعها، عشان لما ببسطها بشيل الصم بتاعها، فبقى ده الشكل الجديد. طيب بعد كده لقيت ان البلوك ده فيدباك مع اليونيتي، رحت خلصتها بره اهي، عملت باست ومقام، في الباست قيمه البلوك في الفورورد اللي هو ده على واحد عكس اشاره الفيدباك اللي هي سالب خليتها موجب، حاصل ضرب البلوكين اللي هو البلوك ده مضروب في واحد. ضربت فوق وتحت في المقام، ضربت في واحد زائد جي واحد جي اتنين اتش باست ومقام، فلما اضرب دوت في البسط فالواحد زائد جي واحد جي اتنين اتش هيروح مع واحد زائد جي واحد جي اتنين اتش، فهيطلع لي جي واحد جي اتنين. طيب تحت هضرب واحد زائد جي واحد جي اتنين اتش في واحد، فطلع لي واحد زائد جي واحد جي اتنين اتش. ولما اضرب واحد زائد جي واحد جي اتنين اتش في البسط والمقام ده، فدوت هيروح مع المقام فيطلع لي جي واحد جي اتنين. بعد كده حطيتهم في البلوك النهائي، يبقى انا كده جبت الترانسفير فانكشن للمسألة اللي كانت قدامي. اكزامبل اتنين، احنا قلنا اول حاجة هنفكر فيها ينفع في سيريز او في بارل او في فيدباك ينفع نخلصهم الاول ولا لا، لو مفيش هنفكر في النقل. فلقيت ان الجي واحد داخل للصم والجي اتنين داخل للصم، ينفع اخدهم الاتنين مع بعض بارل، فعلمت عليهم اهو كتبت بارل. الجي اربعة داخل للصم، الجي خمسة داخل للصم، يبقى ينفع اخدهم مع بعض بارل، يبقى انا هاخد دول بارل ودول بارل. فلما اخد دول بارل فهيطلع لي بلوك جي واحد زائد جي اتنين، ولما اخد دول بارل فهيطلع لي بلوك جي اربعة زائد جي خمسة.
بعد كده لقيت مجموعة بلوكات جنب بعض مفيش بينها ولا صم ولا دوت، فهاخدهم سيريز، فهضرب التلات بلوكات دول في بعض يطلع لي بالشكل ده. بعد كده فيدباك مع اليونيتي، فهيطلع لي بلوك في بسط ومقام، في البسط قيمة البلوك اللي في الفورورد على واحد عكس إشارة الفيدباك حاصل ضرب البلوكين. احنا اتفقنا ان الخط ده اكن فيه بلوك جوه واحد. دي مسألة عندنا في شيت الدكتور تقريبا رفعه على الاي ليرنينج. دي اول مسألة في الشيت، بيقول لي عايز يجيب او يعمل ريديوس للبلوك دياجرام اللي قدامي ده. احنا قلنا الاول نفكر في الحالات اللي احنا خدناها. لو جيت بصيت على الجي داخل للسهم، السهم بتاعه داخل للصم، والاتش بتاعه السهم بتاعه داخل للصم، بس ما ينفعش اخد الجي والاتش واحد مع بعض بارل عشان في نقطة بينهم. يبقى انا النقطة دي عاملة لي مشكلة. طيب الجي مع الاتش اتنين ده شكل الفيدباك، بس برضو ما ينفعش اخدهم مع بعض فيدباك عشان في بينهم نقطة. يبقى انا عندي الدوت ديت عامل لي مشكله والدوت دي عامله لي مشكله. طيب ننقل واحده فيهم بعد كده نشوف هي المساله هتتحل ولا هنحتاج ننقل حاجه تانية. فانا هنقل الدوت ديت هنا. احنا اتفقنا لما باجي انقل صم او دوت بشوف هم واقعين على انهي سهم، فالدوت ده واقع على السهم دوت، فلما انقل الدوت دوت كده يبقى انا كده نقلته في اتجاه السهم، يبقى هقسم عشان احنا قلنا الدوت عكس الصم. يبقى انا هاخد الدوت ده انقله هنا، يبقى هقسم على البلوك اللي هيعديه الدوت. اهو نقلته هنا اهو، فقسمت اتش واحد على جي. نيجي بقى نشوف كده شكل الرسمه. لقيت الجي فيدباك مع اتش اتنين، ولقيت ان البلوك الجديد اللي هو الاتش واحد على الجي بارل مع الواحد. احنا اتفقنا ان اي خط فاضي ده معناه بلوك فيه واحد، يبقى انا هاخد دول فيدباك وهاخد دول مع بعض بارل. فلما اخد دول مع بعض فيدباك هيطلع لي جي اللي هو البلوك اللي في الفورورد على واحد عكس اشارة الفيدباك حاصل ضرب البلوكين اللي هو اتش اتنين في جي. ولما اخد دول مع بعض بارل هيطلع لي البلوك ده. طب البلوك ده جه منين؟ هو المفروض ان انا احول اتش واحد على جي زائد الواحد، فوحدت المقامات على الجي طلعت لي الشكل ده. بعد كده هاخد البلوكين دول مع بعض سيريس، فالجي هتروح مع الجي وهيطلع لي اتش واحد زائد جي على واحد زائد اتش اتنين جي، وده كده البلوك النهائي. نشوف اكزامبل تلاتة. انا يا باشمهندسين في مسائل بحلها بتاعت الشيت، يعني هو الشيت تقريبا فيه اربع مسائل، وفي افكار تانية موجودة في المرجع اللي الدكتور بيشتغل منه او مراجع الدكتور بيشتغل منه، فانا ايه على ما قدرت جمعت كل افكارها تقريبا. يعني اكزامبل تلاتة برضو عايز اعمل ريديوس للبلوك دوت. فجيت لقيت ان الجي واحد والجي اتنين الاتنين داخلين للصم، فينفع اخدهم مع بعض بارل. الجي تلاتة والجي اربعة الاتنين داخلين لصم، ينفع اخدهم مع بعض بارل. فلما اخد دول مع بعض بارل هيطلع لي جي واحد وجي اتنين، ولما اخد الاتنين دول مع بعض بارل هيطلع لي جي تلاتة ناقص اربعة. بعد كده الشكل ده كله فيدباك، فهعمل بسط ومقام. في البسط البلوك اللي في الفورورد اللي هو جي واحد ناقص جي اتنين على واحد عكس اشارة الفيدباك اللي هي سالب هتبقى موجب حاصل ضرب البلوكين دول. ممكن انت بقى تفك القوسين دول او تسيبهم زي ما هما واحد. اكزامبل اربعة. اكزامبل اربعة لو جيت بصيت على الشكل ده، انا عندي اتش واحد واتش اتنين الاتنين داخلين لصم، ينفع اخدهم مع بعض بارل.
الخطوة التانية اللي لازم اعملها عشان المسألة دي تتحل ان انا بدل التو سم دول مع بعض، عشان لو ما بدلتش انا مش هعرف اخد ده مع دول فيدباك، فدول خلاص هيبقوا بلوك واحد، فما ينفعش اخد الجي اتنين مع اتش واحد ناقص اتش اتنين فيدباك عشان في بينهم سم، فانا هبدل التو سم دول مكان بعض. ينفع نبدل التو سم مكان بعض من غير ولا اقسم ولا اضرب ولا اعمل اي حاجة، ونفس الكلام للدوت. طيب فانا هبدل التو سم دول مكان بعض واخد الاتنين دول مع بعض بدل بالشكل ده. ادي التو سم دول بدلتهم هم مكان بعض، وال H1 خدتها بارل مع ال H2 فطلع لي H1 ناقص H2. لقيت بعد كده ان ال G2 فيدباك مع ال H1 ناقص H2، ولقيت ان ال G1 بارل مع ال1، يبقى ال G1 بارل مع ال1 هيطلع لي G1 زائد 1، ال G2 فيدباك مع ال H1 ناقص H2 فهيطلع لي G2 على 1 زائد G2 في اتش واحد ناقص اتش اتنين. بعد كده هاخد الاتنين دول مع بعض سيريز فطلع لي البلوك ده. اكزامبل 5، لو انا جيت بصيت على حاجة زي كده، احنا قلنا الاول عايزين نفكر ينفع اخد حاجات سيريز وبارل او فيدباك ولا ما ينفعش. فانا دلوقتي ما ينفعش اخد الجي 2 مع الاتش 2 فيدباك عشان في نقطة هنا، والجي 1 مع الاتش 1 انا مش عارف هي بارل ولا فيدباك، فاللي عامل لي مشكلة دلوقتي الدوت ديت والصم دي. فانا ممكن انقل الدوت وممكن انقل الصم. طيب تعالوا كده نشوف الاول لو انا هنقل الصم ايه اللي هيحصل او هنقله ازاي. لو انا حبيت انقل الصم ده هنا هيبقى اخره قبل الدوت عشان ما ينفعش الصم يعدي الدوت. يبقى نخلي بالنا من المعلومة دي كويس قوي، ان ما ينفعش الصم يعدي الدوت ولا الدوت يعدي الصم، لكن صم يعدي صم زي المسألة اللي فاتت، ودوت يعدي دوت. يبقى انا دلوقتي الصم عشان انقله، فلو عايز انقله هنا ده اخره، او ممكن انقله هنا يبقى مع الصم ده. طب الدوت، لو انا هنقل الدوت ديت ينفع انقله هنا؟ لا، عشان في صم، مش احنا قلنا الدوت ما ينفعش يعدي الصم. يبقى الحل الوحيد ليها ان انا هنقلها هنا، انا هنقل الدوت. قلنا النقل هنعمل ايه؟ هنشوف الدوت دوت واقع على انهي سهم، فانا لقيته واقع على السهم ده، فلما انقله هنا يبقى انا هنقله عكس السهم، يبقى هضرب. يبقى انا هنقل الدوت ده بالفرع بتاعه اهو، هنقله الناحيه الثانيه، فنقلته عكس السهم يبقى هضرب اتش 3 في اتش 2 اهو. نقلت الدوت ده هنا فعديت اتش 2 فعملت بلوك جديد في حاصل ضرب البلوكين. طيب الدوت دي خلاص اتشالت، انا نقلتها، مش لما تتشال هيبقى اتش 1 واتش 2 على خط واحد فهاخدهم مع بعض سيريز. تقريبا كده المسألة خلصت. يبقى انا عندي كده الجي 2 مع الاتش 2 اتش 3 فيدباك، طلعت لي بالشكل ده، هتبقى جي 2 على 1 زائد جي 2 اتش 2 اتش 3. بعد كده هاخدها مع جي 1 سيريز فطلعت لي جي 1 جي 2 على 1 زائد جي 2 اتش 2 اتش 3. بعد كده هاخدها مع الاتش 1 اتش 2 فيدباك فخلصتها الاول بره. هيبقى عندي بسط ومقام، في البسط البلوك في الفورورد اللي هو دوت، المقام اللي هو 1 زائد حاصل ضرب البلوكين، فضربت الطرفين في المقام فطلع لي الشكل النهائي بتاع الريديوس البلوك اللي كان قدامي. طيب لو شال اتش 3، لو شال اتش 3 وخلى مكانه خط فاضي، ف اتش 3 هتتشال من هنا بس، وهيبقى الجي 2
مع ال H2 فيدباك، وديت زي ما هي. تاني ممكن يشيل H3 ويخليها هنا خط فاضي، يعني اكن هنا الخط دوت فيه بلوك فيه واحد، يبقى انا هشيل H3 من هنا بس وتكمل بقية المسألة عادي. دي مسألة زيها موجودة عندنا في الشيت، بس بدل ما كان حاطط لي هنا اتشات حاطط لي هنا بلوك بس فيه واحات. احنا قلنا هنعمل ايه؟ الدوت ده عايز انقله، مش هينفع انقله هنا عشان فيه صم، عشان احنا قلنا ما ينفعش الدوت يعدي الصم، فالحل الوحيد ان انا هنقله هنا. فلما انقل الدوت ده هنا يبقى انا كده نقلته عكس السهم، يبقى هضرب البلوك اللي هنا اللي هو واحد في واحد ده، فطلع لي واحد. والدوت ده لما يتشال فالبلوك اللي هنا اللي هو واحد والبلوك اللي هنا اللي هو واحد ضربتهم في بعض فطلع لي واحد. نيجي بقى نشوف المسألة دي ما فيهاش فيدباك، انا عندي الجي واحد مع الواحد بارل، فهيطلع لي الجي واحد زائد واحد. بعد كده مع الاتنين سيريز، يبقى الجي واحد زائد واحد هيتضرب في الجي اتنين بارل مع الواحد، يبقى ده كده الترانسفير فانكشن. في مسألة في شيت اتنين برضو رقم تلاتة، نيجي نشوف الأول السيريز أو البارل أو الفيدباك زي ما اتفقنا. ينفع آخد جي واحد وجي اتنين مع بعض؟ لا، ده في بينهم صم. طب ينفع اخد جي 3 وجي 4 مع بعض؟ لا، ده في بينهم صم. طيب ننقل، هننقل ايه؟ هنقل النقطه ديت، انا النقطه دي اللي عامل لي مشكله والصم ده هو اللي عامل لي المشكله. هبدا الاول بنقل النقطه، هاخد الدوت ديت هنقلها كده، يبقى انا كده نقلتها في اتجاه السهم، يبقى هضرب اتش 3 في جي 4، سوري هقسم اتش 3 على جي 4. الدوت احنا قلنا عكس الصم، يبقى انا دلوقتي هنقل الدوت ديت هنا، يبقى في اتجاه الس، يبقى هقسم اتش 3 على جي 4، يطلع لي بالشكل ده. طيب نيجي نشوف هنا بقى، ينفع اخد الجي 3 والجي 4 مع بعض سيريز واللي يطلع مع الاتش 2 فيدباك، بس برضو لسه مش عارف اخد جي 1 وجي 2 مع بعض سيريز، يبقى انا هنقل الصم. الصم ده هنقله هجيبه على الصم ده، ينفع احط اتنين صم على بعض او ممكن انقله بره خالص قبل الصم، مش فارقه الاتنين واحد. فانا هنقل الصم ده هنا، فاحنا لقينا ان الصم ده واقع على السهم دوت اللي ماشي كده، فلما انقله الناحيه التانيه يبقى انا كده نقلته عكس اتجاه السهم، يبقى هقسم. هقسم ايه بقى؟ هقسم اتش 3 على جي 4 على جي 1، يبقى اتش 3 على جي 4 ده البسط على جي 1 ده المقام، فمقام البسط مقام، فالجي 4 هتنزل تحت فيطلع لي كده اتش 3 على جي 1 جي 2، وده الشكل بتاعي كده. خلاص ينفع اخد الاتنين دول مع بعض سيريز مع ده فيدباك، وينفع اخد الجي 1 والجي 2 مع بعض سيريز مع الاتش 1 فيدباك، فيطلع لي كده. بعد كده هاخد البلوكين دول مع بعض سيريز مع الاتش 3 على الجي 1 جي 4 فيدباك، فهيطلع لي بالشكل ده. نشوف اكزامبل 6. اكزامبل 6، انا دلوقتي ما ينفعش اخد الجي 2 مع الاتش 1 بارل، ما ينفعش عشان في بينهم دوت، وما ينفعش اخد الجي 2 مع الاتش 2 فيدباك عشان في بينهم صم ودوت. ففي كذا طريقة، ممكن انقل الدوت ده هنا وبدل التو صم، وممكن انقل الدوت ده هنا وبدل التو صم، لبدل التو صم او ممكن اخليهم على صم واحده مش هتفرق.
فانا عملت ايه؟ نقلت الدوت ده هنا وبدلت التو صم دول مكان بعض، فطلع لي الشكل ده. فلما اجي انقل الدوت ده هنا كده، انا نقلته في اتجاه السهم، هقسم على جي 2، يبقى قسمت اتش 1 على جي 2 اهو، وبدلت التو صم دول مكان بعض بقى بالشكل ده. خلاص بقى كده عندي جي 2 مع الاتش 2 فيدباك، والاتش 1 على جي 2 مع الواحد بارل. نخلص دول الاول، لما اخد دول مع بعض فيدباك فهيطلع لي جي 2 على 1 زائد جي 2 اتش 2، ولما اخد دول مع بعض بارل فهيطلع لي اتش 1 على جي 2 زائد 1. فوحدت المقامات على جي 2 طلع لي الشكل ده، ثلاث بلوكات جنب بعض مفيش بينهم ولا صم ولا دوت، فاخدهم مع بعض سيريز فيطلع لي بالشكل ده. لما اخدهم مع بعض سيريز الجي 2 راح مع الجي 2 فطلع لي الشكل ده. بعد كده البلوك دوت مع الاتش 3 فيدباك فطلع لي كده، بسطه مقام في البسط البلوك اللي فوق اللي هو البلوك اللي في الفورورد على واحد عكس إشارة الفيدباك، حاصل ضرب البلوكين وضربت فوق وتحت في المقام طلع لي الشكل ده اهو. ده كده التبسيطة بتاعت الفيدباك، لقيتها بعد كده مع الجي 1 سيريز وبعد كده مع اليونيتي فيدباك، فطلع لي الشكل النهائي ده. خلاص هاخد ده مع بعض سيريز، بعد كده مع اليونيتي فيدباك هيطلع لي الترانسفير فانكشن ده. نيجي للمسألة دي، الاكزامبل دوت انا ينفع اخد الجي 3 مع الجي 2 بارل، بعد كده اللي يطلع اخده مع الجي 3 سيريز. حاجة الاقي نفسي وقفت عشان مش عارف اخد الاتش 1 مع الاتش 2 سيريز عشان في بينهم ايه؟ صم. طيب انا عايز انقل الصم ده، ما ينفعش انقل الصم ده هنا عشان في دوت، يبقى الحل الوحيد ان انا انقله هنا، لنقله على الصم لنقله جنب الصم، احنا اتفقنا الاتنين هيبقوا واحد، فانا هنقله هنا هيبقى بالشكل ده. فانا دلوقتي الصم دوت واقع على السهم ده، فهنقله في اتجاه السهم، يبقى هضرب في البلوك اللي هيعديه الصم، الصم ده هيعدي اهو اتش 2، يبقى هضرب اتش 2 في الجي 4 تلاقي لي بالشكل ده. يبقى انا كده عندي الاتش 2 جي 4 بارل مع الواحد، والجي 2 جي 3 بارل مع بعض، فطلعت لي كده. ادي الواحد ناقص اتش 2 جي 4، ولما اخد الجي 2 والجي 3 مع بعض بارل لقيت لي جي 2 زائد جي 3. بعد كده هاخد البلوكين دول مع بعض سيريز فيدباك مع الاتش 1 اتش 2، احنا خلاص دول بقى على خط واحد مفيش بينهم ولا صم ولا دوت، فينفع اضربهم في بعض اهو. فلما اخد دول مع بعض فيدباك طلع لي ده. بعد كده هاخدهم مع بعض سيريز وادي الترانسفير فانكشن النهائي. نيجي بقى للاكزامبل ده، دلوقتي انا مش هينفع اخد الجي 2 مع الاتش فيدباك عشان في صم هنا، ومش هينفع اخد الجي 1 مع الجي 3 بارل عشان في صم هنا، فانا الصم ده عامل لي مشكله. فالطريقه ان احنا هنعمل ايه؟ لا هجيب الصم ده جنب الصم دوت، او اخلي الصمين دول صم واحد. فانا اخلي الصمين دول صم واحد، بس في المسائل اللي زي دي لازم اراعي الاشارات. ازاي؟ انا خلاص خليت التو صم دول صم واحدة اهي، نيجي بقى نشوف الاشارة. موجب في سالب بسالب، يبقى الجي 3 كده هتخش باشارة سالب. انا عندي الجي 3 اهي هنا داخلة بموجب وهنا داخلة بسالب، يبقى موجب في سالب بسالب. طب نيجي بقى للاتش، سالب في سالب بموجب، يبقى الاتش هيخش اهو بإشارة موجب. يبقى انا عندي تاني الجي 3
هقول موجة في سالب بسالب، يبقى الجي تلاتة هتخش بإشارة سالب، سالب في سالب بموجب، يبقى الاتش هتخش بإشارة موجب. أنا رسمت بلوك من تحت وبلوك من فوق عشان الشكل بس، أنا ممكن أرسم الاتش من تحت كده وأعمل وأقول إن هي داخلة للصمت واحد، بس هي عشان المنظر بس بتاع المسألة. بعد كده هاخد بقى الجي واحد والجي تلاتة مع بعض بارل، والجي اتنين مع الاتش فيدباك هيطلع لي بالشكل ده، ده البارل وده الفيدباك. بعد كده اخدهم مع بعض سيريز يطلع لي الترانسفير فانكشن المهدي. نيجي بقى نشوف انواع المسائل ديت. انواع المسائل ديت بيبقى فيها اتنين انبوت، الدي ديت دي بنسميها ديستربنس، ودي ان شاء الله هنسمع عنها لما نيجي ناخد الاستابيليتي. في طريقتين لحل المسائل اللي من النوع دوت. اول طريقة عن طريق التبسيط بتاع البلوك دايجرام، هو هنا بيطلب مني عايز يجيب مرة السي اوف اس على ار اوف اس، ومرة السي اوف اس على دي اوف اس. فانا لو هجيب السي اوف اس على ار اوف اس هخلي الدي اوف اس بزيرو. ليه؟ ما ينفعش اجيب ترانسفير فانكشن وانا عندي اتنين انبوت، ما ينفعش اجيب ترانسفير فانكشن وانا عندي اتنين انبوت اللي هو الار والدي. فلو هو عايز الترانسفير فانكشن لانبوت واحد فيهم بخلي التاني بصفر، يبقى هو عايز هنا السي على الار فخليت الدي بصفر زي ما عملت. طيب لما اخلي الدي بصفر الصم ده مبقاش ليه لازمه، لكنه مش موجود خلاص، ده بزيرو يبقى ده ملوش اي لازمه فهشيله، فهيبقى الشكل قدامي كده خلاص. هجيب السي على الار، يبقى هاخد الاتنين دول مع بعض سيريز مع اليونيتي فيدباك فطلع لي الشكل ده. طب المطلوب التاني عايز السي على الدي، خلاص عايز السي على الدي يبقى هخلي الار بصفر. طب لما اخلي الار بصفر خلاص الصم ده ما بقاش ليه لازمه، فيبقى الصم ده داخل له ايه؟ داخل له الجي واحد مضروبه في سالب واحد، السالب واحد اللي هو ده هيتضرب في الجي واحد ويخشوا للصم، خلاص الصم ده مش موجود عشان انا خليت الار بصفر، فاكن الخطين دول كده متوصلين ببعض، فدول متوصلين ببعض فمعناه ايه؟ معناه ان البلوك اللي هنا اللي هو كنته بسالب واحد هيتضرب في الجي واحد ويخش للصم اهو. يبقى الصم ده داخل له حاجتين، داخل له الدي اوف اس وداخل له البلوك بتاع السالب واحد مضروب في الجي واحد اهي. يبقى دي الصم داخل له الدي اوف اس وداخل له الجي واحد اللي مضروبه في سالب واحد، فلما الجي واحد اضربها في واحد يطلع لي الجي واحد، وانا خليت السالب اهو على الصم. خلاص هجيب السي على الدي، يبقى هاخد الجي اتنين مع الجي واحد فيدباك يطلع لي بالشكل ده. دي طريقة حل. الطريقة التانية عن طريق الايكويشن. الطريقة التانية عن طريق الايكويشنز انا شايف ان دي اسهل، وخصوصا في المسائل الكبيرة زي ما هنشوف المسألة اللي جاية ديت، نفس الطريقة اللي عملنا بيها الاثبات بتاع الفيدباك. انا عندي هنا صم، الصم ده داخل له الار اوف اس وداخل له سالب سي اوف اس، عشان السي اوف اس مضروبة في البلوك اللي هنا اللي هو واحد وداخلين بإشارة سالب، يبقى داخل له الار اوف اس وداخل له السالب سي اس طلع لي الاي اوف اس. يبقى انا عندي اول معادله بتقول ان الاي اوف اس بتساوي الار اوف اس ناقص السي اوف اس. طب السي اوف اس جاي منين؟ جاي من عن طريق الصم مضروب في جي 2. يعني الصم ده داخل له الدي اوف اس وداخل له الاي اوف اس جي 1 بالموجب. يبقى انا عندي كده الدي اوف اس زائد اي اوف اس جي واحد هيتضربوا في الجي اتنين يطلع لي السي اس اهو. يبقى السي اوف اس بيساوي جي اتنين فتحت قوس دي اوف اس زائد اي اوف اس
جي واحد. هاجي بقى اشيل الاي اوف اس واعوض عنها بالمعادله بتاعتها وافك القوس ده، فطلع لي ان السي اوف اس بيساوي جي 2 دي اوف اس زائد جي 1 جي 2 ار اوف اس ناقص جي 1 جي 2 سي اوف اس. هاخد السالب جي 1 جي 2 سي اوف اس اوديه الناحيه الثانيه باشاره موجب، بعد كده هاخد السي اوف اس عامل مشترك، فطلعت لي المعادله دي. هجيب بقى السي اوف اس هيساوي ده على ده. نيجي بقى نجيب اول ترانسفير فانكشن، هو عايز السي اوف اس على ار اوف اس، قلنا لازم اخلي الدي اوف اس بصفر. فلما اخلي الدي اوف اس بصفر في المعادله دي خلاص الترم ده اتشال، الجي 2 دي اس بقت بزيرو، فهيبقى عندي السي اوف اس بتساوي جي 1 جي 2 ار اوف اس على 1 زائد جي 1 جي 2. فلما اجيب السي اوف اس على ار اوف اس فهيطلع لي جي 1 جي 2 على 1 زائد جي 1 جي 2. طيب لما اجيب بقى السي اوف اس على الدي اوف اس هخلي الار اوف اس بصفر، فلما اخلي الار اوف اس بصفر فالترم ده خلاص بقى بزيرو، فمعنى كده ان السي اوف اس بتساوي جي 2 دي اوف اس على 1 زائد جي 1 جي 2. فلما اجيب السي اوف اس على الدي اوف اس هتساوي جي 2 على 1 زائد جي 1 جي 2. نيجي بقى نشوف اخر مسألة معانا، واخر مسألة برضو موجودة في الشيت اللي الدكتور نزله. المسألة دي عايز يجيب مرة السي اوف اس على ار اوف اس ومرة السي اوف اس على الدي اوف اس. انا هشتغلها بالايكويشن، احنا قلنا طريقه الايكويشن دي اسهل، وهسيبك برضو انت فكروا ازاي تشتغلوها بلوك. طيب اول حاجه الصم ده داخل له ايه؟ داخل له الار اوف اس وداخل له السي اوف اس مضروبه في الاتش باشاره سالب، وطلع لي الاي اوف اس. يبقى انا عندي معادله بتقول ان الاي اوف اس بتساوي ار اوف اس ناقص اتش سي اوف اس. طيب الصم ده داخل له ايه؟ الصم ده داخل له الار اوف اس في الجي اف زائد الاي اوف اس في الجي سي وطلع لي اليو اوف اس. يبقى انا عندي معادله بتقول ان اليو اوف اس بتساوي جي اف ار اوف اس زائد جي سي اي اوف اس. يبقى اليو اوف اس بتساوي، هاجي بقى اشيل الاي اوف اس واعوض عنها بالمعادله بتاعتها، يبقى اليو اوف اس هتساوي جي اف ار اوف اس زائد جي سي ار اوف اس ناقص اتش سي اوف اس. طيب نيجي بقى للسي اوف اس، السي اوف اس بتساوي ايه؟ بتساوي الصم ده مضروب في الجي بي. طيب الصم ده عبارة عن ايه؟ الصم ده عبارة عن الدي اوف اس زائد اليو اوف اس جي واحد مضروبة في الجي بي. يبقى انا عندي معادلة بتقول ان السي اوف اس بتساوي جي بي، فتحت قوس، دي اوف اس زائد جي واحد يو اوف اس. هاجي بقى اشيل اليو اوف اس واعوض عنها بالمعادله بتاعتها، فهيطلع ان السي اوف اس بيساوي جي بي دي اوف اس، انا فكيت القوس كمان، زائد جي واحد جي بي، وادي المعادله بتاعت اليو اوف اس. جيت بعد كده جمعت الار اوف اس مع بعض، انا هفك القوس ده واجمع الار اوف اس مع بعض، يبقى السي اوف اس هيساوي جي بي دي اوف اس زائد جي واحد جي بي جي اف زائد جي واحد جي بي جي سي في ار اوف اس ناقص جي واحد جي بي جي سي اتش سي اوف اس. هاخد بقى السالب جي واحد جي بي جي سي اتش سي اس سي اوف اس، هاخده من الناحية التانية بالموجب عشان اخلي السي اوف اس في الطرف، واخد السي اوف اس عامل مشترك. بعد كده هجيب السي اوف اس، يبقى هقسم ده على ده.
نعمل بقى الشغل اللي احنا عملناه المسألة اللي فاتت. عايز ال C of S على R of S، يبقى هخلي ال D of S بصفر، يبقى الترم بتاع ال D of S اللي في المعادلة دي بقى بزيرو، فبقت المعادلة ال C of S بدلالة ال R of S. فهجيب ال C of S على R of S، طلعت لي المعادلة دي. المطلوب التاني عايز ال C of S على ال D of S، يبقى هخلي ال R of S بصفر، يبقى هاجي في المعادلة بتاعت ال C of S هخلي الترم ده كله بصفر، فبقت المعادلة بدلالة ال D of S. فهجيب ال C على ال D، هيطلع لي جي بي على 1 زائد جي 1 جي بي جي سي اتش. دي كده تقريبا الأفكار بتاعت البلوك دايجرام. قلت المسألة ديت حاول تشتغل فيها كبلوك. لو لقيت الموضوع الايكويشن ده صعب، بس انا بقول لكم موضوع الايكويشن دي اسهل في المسائل اللي زي ديت. المفروض بقى منك انت تعمل ايه بعد ما تقرا وتسمع الفيديو دوت؟ تقرا الورق اللي انا هبعته او هبعته لمندوب الدفعه دلوقتي كPDF، وتسمع الفيديو دوت، تمسك بقى المسائل ديت وتبدا تحلها واحده واحده، وتقارن بقى الاجابات بتاعت الفيديو دوت او الPDF بالاجابات بتاعتك.